أما حديث يتداوله بعض الناس: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساو إليه، هذا عند ابن ماجه، وأشار المنذري إلى تضعيفه، وكذلك العراقي في تخريج الإحياء، وكذلك البوصيري في الزوائد، لأن في إسناده يحيى ابن أبي سليمان قال عنه البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم مضطرب الحديث، فالحديث لا يصح. لكن كما هو معلوم الأحاديث الواردة في الإحسان وفي كفالة اليتيم حديث واضح ومشهورة.